الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله منتصف الشهر القادم لبحث مستقبل الاستثمار في المحافظة. وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب يعلن أن المخطط الاستراتيجي للتنمية يتضمن زيادة محافظات مصر إلى 40 محافظة خلال 40 عاماً. المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء يقرر حافز جذب عمالة بنسبة 50% من الأجر الأساسي للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد ومرسى علم. وزارة الكهرباء تبحث مع شركات سعودية وإماراتية إنتاج 4000 ميجا وات من المصادر المتجددة والبديلة. ترشيح السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة لعضوية الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. وفد من الكونغرس الأمريكي يلتقي رئيس الوزراء ويزور مبنى مجلس النواب ومتحف مجلس الشعب. الداخلية توافق على خروج علاء عبد الفتاح وشقيقته سناء لتشييع جنازة والدهما. جماعة أنصار بيت المقدس تعلن مسؤوليتها عن قطع رؤوس 4 مواطنين بسيناء.